من بعد نيويورك تايمز قررت فاينانشال تايمز هي كمان انها تواجه العرجاني وتفتح الارشيف القديم بتاعه. وطبعا مش خافي على حضراتكم ابدا تاريخ العرجاني، تاريخ العرجاني اللي ما فيهوش 1% من يستحقها من المكانه اللي هو عايش فيها دلوقتي. الصحيفه افتتحت العنوان وقالت صانع النفوس في سيناء كان بيقبع في سجون مصر من 14 سنه فاتت. والسؤال بقى هنا الحقيقه اللي عايزين نعرفه، هو السيد ابراهيم العرجاني كان بيقبع في سجون مصر ليه؟ واقول لك الاجابه أبو عصام كان محبوس عشان احتجز عشرات من عناصر الأمن المركزي في سيناء وهدد بقتلهم لو ما تمش الإفراج عن بعض المحبوسين اللي كانوا موجودين في سجون مبارك من البدو، أو بمعنى أصح عصابات البدو اللي كانوا تابعين ليه. الكلام ده حصل سنة 2008، يعني بالحكم كده بحكم القانون وكل الأعراف إبراهيم العرجاني مجرم ومطلوب للعدالة. بعدها طبعا ما كملش يعني إنه فترة طويلة خالص وتم القبض عليه، تم القبض عليه لأنه ما كانش محتجز مواطنين عاديين، لا ده كان واخد عساكر من وزارة الداخلية وعاملهم رهاين. إبراهيم العرجاني كان بيتحدى الداخلية المصرية واحتجز رهاين عندهم، لدرجة إن صحيفة اليوم السابع يوم الأربعاء 19 نوفمبر سنة 2008 قالت في واحد من عناوينها زي ما هتشوفوا حالا، كتبت وقالت بدو سيناء يتوعدون برد قوي على الشرطة. اليوم السابع كاتبة وبتقول ان بدو سيناء بيتوعدوا للشرطة. ولو دخلنا بقى لتفاصيل الخبر هنلاقي الحقيقة تفاصيل مرعبة. كل ده حصل في مصر، والعرجاني هو كانت الرأس المدبرة والمخططة للإجرام ده. تعالوا كده نروح نشوف تفاصيل الخبر كانت بتقول ايه. وفرض البدو طوقا حول نقطة شرطة المدفونة بالقرب من الحدود مع إسرائيل واحتجزوا 11 من رجال الشرطة كانوا بداخلها. إبراهيم العرجاني احتجز 11 شرطي كانوا موجودين جوه نقطة الشرطة، وحاصر البدو كذلك نقطة شرطة وادي الأزراق، ده نقطة شرطة تانية، واختطفوا 40 من رجال الشرطة، 40 و11 يعني بنتكلم في 51 كانوا يعملون فيها، ثم أطلقوا سراحهم بعد 24 ساعة، كما خطف البدو 25 من رجال الشرطة كان قد تم إرسالهم لتعزيز قوات الأمن في المنطقة، يعني لما راحوا وهجموا على نقطة الشرطة اللي كانت موجودة وخدوا ال11 وخدوا ال40، طبعا الداخلية بعتت 25 عشان تعزز الموقف فراح واخدهم هم كمان. احنا كده قلنا 40 و11 51 51 و25 يبقوا كام؟ 51 و25 تم 76. واستولى البدو في الأحداث دي وقت المعارك اللي كانت دايرة ما بين عصابات العرجاني أو ميليشيات العرجاني وقتها وبين الشرطة المصرية، قدروا إن هم ياخدوا 72 قطعة سلاح أوتوماتيكي. ده أخدوا رهاين وأخدوا أسلحتهم كمان، وأكثر من 20,000 طلقة، إضافة إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي وزوجين من النظارات المكبرة التي تستخدم للرؤية الليلية. استولوا على التجهيزات العسكرية الخاصة بالوحدة، وبناء على كل الإجرام اللي عمله الرأس المخططة والمدبرة إبراهيم العرجاني اتقبض عليه الحمد لله، واتقبض على مجموعة من بدو سيناء اللي كانوا بيشاركوه في العملية دي. لكن للأسف بعد سنتين بالضبط تم الإفراج عن إبراهيم العرجاني، وتحديدا في 13 يونيو 2010. انتوا متخيلين واحد زي ما بنقول كده باللغة العربية، يعني انه علم على يعني باللغة المصرية العامية انه علم على جهاز الداخلية، ياخد سنتين في السجن مع ان عندنا ناس بقالها 11 سنة مسجونين ومحدش عارف لحد النهاردة هم مسجونين ليه. العرجاني خرج من السجن وبدأت حياته مع الأمن تاخد منحنى مختلف خالص. خروجه ما كانش صدفة، لا ده كان بالأمر المباشر من حسني مبارك شخصيا، زي ما في تفاصيل الخبر هنا بتقول إن تم الإفراج عن مسعد أبو فجر وإبراهيم العرجاني، وقال ده اليوم السابع اللي نشر الكلام ده في 2010، علمنا من مصادرنا أن الرئيس مبارك تدخل شخصيا لحل الأزمة، وهو ما نتوقعه من قائد عظيم تقدره كل سيناء ومن رئيس كل المصريين، ونأمل أن تتواصل المبادرات لإنهاء كل الخلافات بوسط سيناء.
في 2010 الراجل ده كان قادر انه يقلق نظام مبارك وينكد عليه لدرجة خلت مبارك يتدخل بنفسه وقال لك سيبوا لهم ابراهيم العرجاني، مش عايزين وجع دماغ. النظام الحالي بقى سحب الخيط كده من نظام مبارك بس على اوسع شوية، بدأ يثمن في العرجاني لدرجة انه بقى النهاردة يعيش ابو عصام شيخنا الدرغام، ابو عصام شيخنا السبعة، ابو عصام والعرجاني راح والعرجاني جه، وبقى ظاهرة بتتحاكى بيها الناس لدرجة ان في ناس حقوقها ضايعة بتطلع فيديوهات بتناشد ابو عصام انه يتدخل ويحلها. ويجي شاب مصري عمال بيذاكر دلوقتي ثانوية عامة وعشان ما فيش كهرباء قاعد بيذاكر على لمبة الجاز عشان يخش كلية محترمة يقدر منها انه يفتح بيت. الشاب دلوقتي ده عمال بيعمل كده، عقله الباطن عمال بيقول له يا ترى العرجاني يعرف حاجة عن الفيزياء ولا الكيمياء ولا الأحياء ولا الفلسفة ولا المنطق اللي انت قاعد عمال بتذاكرهم، ولا هل مثلا جاله سؤال صعب زي اللي جه في امتحان اللغة العربية وتحديدا في النحو. يكتشف مع طول التفكير ان العرجاني واللي زيه ما جوش بالتعليم، لا دول جم بالدراع، جم بقوة الدراع هي اللي وصلتهم للمكانة دي. وده بيحبط الشباب وبيفتح باب كده ان الفهلوة والإجرام هم اللي بياكلوا عيش في الأيام دي. وللأسف بقى لما نيجي نتكلم على السيادة المصرية هنقول إيه؟ وإحنا شايفين شيخ منصر هو اللي بيقود سينا كلها في الوقت الحالي.